في هذا السؤال من أختنا نصيرة من الجزائر، تقول أن أختها كانت مريضة فقالت نذرت لله عز وجل، أو عفوا قالت إذا شفيت أختي سأذبح لله عز وجل ذبيحة، بهذه الصيغة، إذا شفيت أختي سأذبح لله ذبيحة. فتقول قام الأطباء بإجراء تحاليل وثبت ولله الحمد والمنة سلامة أختي، وبعد 3 أشهر انتقل هذا المرض نفسه، أو ظهر في جانب آخر من جسدها، فتقول بعد ذلك توفيت. فهل يلزمني الوفاء بهذا الوعد؟ هي علقت نذرها على شفاء أختها بفضل الله ومنته، وتبين بأن أختها أصبحت سليمة، فواجب عليها أن تفي بالنذر. أما بعد ذلك مرضها وموتها فهذا بعد ما تحقق ما نذرت عليه، فالوفاء بالنذر واجب. قال الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وحقيقة دائما يكثر السؤال عن النذر، فنقول للإخوة والأخوات جميعا، وخصوصا الأخوات، وخصوصا الذي يصاب عنده واحد بأمراض، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النذر إنما يستخرج به من البخيل. اللهم استعان. لا تنذروا. أهل العلم قالوا عقد النذر مكروه، لكن إذا عقد الإنسان النذر نذر لازم. وجب وجوبا الوفاء. فلذلك الإنسان يحمد الله ويشكر الله عز وجل، والله عز وجل ارفع يديك وادعي بكل ما تريدون لمن تريدون، والله عز وجل يستجيب، ولست بحاجة للنذر والتضييق على النفس بهذه النذور. هذه نصيحة لنفسي ولمن يشاهدنا من المسلمين.